يلا طلعي قول لهم صباح الخير. صباح النور. يلا طلعي. جود جيرل فارين. برافو فارين. زوينه فارين. يا ريت طنبي اختي ندير لها نهار. اختي انت الله فاش تبعك البرد زعما تقولي ندوز الوقت في الغسيل وهذا تبع عندي صحه على شي خصها تمشي لافاج. طلعي يلا فارين طلعي. تجي نهز هاك كم بغيتي تعتمد على راسها شويه. زيد بزيد زيد اه اي زيد. برافو فارين. برافو برافو برافو. وي 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 صافي الصنطلي ما تعرفش ديرها خصني نركبها لها. برافو برافو صافي انا سادة فمي انا سادة فمي. اري هادي البلاصه نعاود نقولها لكم شوفوا شحال كتنفع. شوفوا 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 شريت شو سكتي هادي تتنفع. عرفتي الكراسه باقيين عندي هكا تيديروا علاش لانه الدراري اش من فايده غنحيدها. هانتوما هادي نورمال تيديروها للكلاب شوف البنات باش ما كيخسرش لهم الفراش ديال سميتو. انا درت لها هادي انا بقيت ان شاء الله غنلوح لكم كاع الحاجات اللي عندي بحال هكا ديال الفولوم. برع عليا شي نهار غندير لكم رابط ندير لكم فيديو على هذا الشيء كامل بحال هكا ديال الطوموبيل وهذا غنلوح لكم. عندي ناس معينين بحال هكا تنشري من عندهم يعني تيوصلوا ليا في الوقت. زائد حاجه اخرى الكاليتي ديالهم زوينه تيكون عندهم حاجات بزاف تيبيعوهم. مشاو نديو لها لافارين. ياك زوينه فارين. نو ايوا الكبيده عطات لراسي واحد البريك قسط من الراحه البارح مع كنضربني البرد وحسيت براسي كنجهد على راسي. ما طيبت ما درت حتى شي حاجه عطيت لراسي غير راحه قسط من الراحه. ايوا اليوم تقعدت باش نوض نوجد كيف العاده نوجد الماكله وداكشي لانه الدراري كاينين في المدرسه. قلت قبل ما يرجعوا نلقى راسي موجده كلشي. ايوا يا البنات كما قلت لكم في الفيديو اللي فات عرفتي ارين فرح والله الا ما نكذبش عليكم وحسيت براسي خديت احسن قرار لانه كما قلت لكم منين تيكونوا الوليدات تقدر تضحي معز عليك وكتحطيه. وبالاخص قلت لكم البنات ارين عشان راه كيتفرج في التلفازه كيلعب بها نيتاندو بزاف د الحوايج كتعجبو مع كبيره كيحس براسو بحال السينما. ايوا قلت ليها انت عوضك الله بمحسن. الاخرى كانت زويونه صراحه ولكن راكم عارفين عام على عام تيخرج الجديد. ما هذه صراحه زويونه هذه اللي خدينا احسن. وكما قلت لكم انا خلصت النص وهو خلص النص قال لك زعما باش المره الجايه ما تبقايش تعاودي تهرسي. انا راه قال لك درت هذاك النص ما نخلصوش معاك قلت لك النص اللي خلصتيه باش المره الجايه ما تجيش تعاودي اي حاجه. هذا هو اللي كاين عقوبه جات انت ديالك. سوره البقره راه زوينه البنات عرفتي جبت القران ما نكذبش عليكم مع كثره الضغوطات وداك الشيء القران هو الحل ديالك والله. عرفتي واحد الايام بالاخص فاش توفات ماما عرفتي ختمت القران في شهر والله العظيم ختمت في شهر تنتعجب راسي يعني علاش هربت القران علاش شويه جاني واحد الصبر كبير. القران هو الحل البنات عرفتي كترتاحي نفسيا يعني لو كنت من داك الناحيه انا كانت علاقتي كبيره بماما بحال بالسين ديالي مع بابا زعما لو ما كنتش زعما تقربت الله داكشي والله حتى نتفروح قسما بالله. ولا داك الناس اللي تلقاهم تيموت لهم شي حد قريب شي يموتوا معاه كان يقدر يطرى ليا بحال هكا ولكن والله العظيم اش درت تقربت الله بقيت القران 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 وكندعي الله وصافي وليت همي هو هذاك والله حتى ختمت القران في شهر. انا عارفه يعني رمضان هو اللي تيشجعك الايام الاخرى تجي شويه صعيبه. كاينين الناس اللي تبارك الله عليهم ما شاء الله مجتهدين انا ما نقارنش راسي معاهم ولكن زعما انا من واحد الوقيته ما كنقراش القران الا مثلا تنقرا مثلا في الصلاه في كندعي ندير الادعيه ديال الصباح ديال العشيه ولكن في رمضان هو اغلبيتنا كنقدروا نقراو القران يوميا. انا بلا رمضان يعني فاش جات المؤتمر يعني تخيلوا معايا من وراها وكنولي تنقول تنتمنى كنت ديما بحال هكا. دابا اش درت جبت القران قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم خصني نبدا نقرا القران على الاقل على الاقل نهار صفحه وحده غير صفحه وحده كيما مثلا تنتهاو شي حاجه تناكلو هذا المهم منبقاش بلاش. ما كاينش شي حاجه ما كاينش شي حاجه اللي غتقدر توقف معاك من غير سبابي يعني هذا هو احسن كما تيقولوا السلاح ديالك. هذا هو اللي غادي ندير ان شاء الله ريتم
عرفتي جبتو دابا باش نتفكر حيتاش لابليكاسيون هي اللي كنت نقرا فيها اغلبيه الاوقات. لابليكاسيون واخا هكاك دابا انا دابا ولات كتفتنك كتدخلي على الانستغرام هادي الله هو نجبد كتابي نتعود على الهزام ديال القران حيت عرفتي غتهزي القران ماشي هو لابليكاسيون اجرو كثر نجيب كراري نلقى راسي بعدا الحمد لله فكيت اغراضي البنات بالصحه كي جاتكم هادي هادي ديال بلاستيك عرفتو علاش البنات هادي ديال التوب بصراحه الا كنتي زعما ماشي دايره غا ديكور باش شقينيت ما كيبقاوش لك مزيان كيكشفوا هذا داك مطيشه تطيح عليهم هادي بحال هكا تشديها تمسحيها تصبنيها كاع حتى تخرج لك هكا تديها ماشي بحال الاخرين كيدبغوا ها انتم البنات ديال بلاستيك خديتها اونلاين احسن ليا ترش عليك لي طرش ما تدبغ ما والو شوف البنات الخضره كيما شفتوا صيفط للدراري باستا كندير لهم شوفوا الباستا ما كنديرهاش لهم بزاف كندير زعما مره في 10 ايام مره في سيمانه بحال اريم كيموت عليها ولكن ما كنبغيش هو راه ما كرهوش ياكل يوميا تنقول افضل من داكشي المعلب بحال مثلا داكشي ديال داك اللي تيكونوا داك السباكيتي معلبه وداكشي تنقول احسن هذاك الشيء احسن يعني احسن ولا لا احسن احسن عمر عاودته تنقول اللهم شي حاجه انا مصايبها بيديا تكون زوينه يعني عارفه شنو فيها شنو مصايبها دابا بقى لي غير نمشي للسوبر مارشي باش ناخذ المشروم الشامبينيون ناخذ لهم الكريمه تندير لهم زوينه تتحمقهم بالشامبينيون والكريمه وداكشي ندير لهم مع الدجاج هذا دابا ما غنديرش لهم مع الدجاج غندير لهم غير الشامبينيون والكريمه ياكلوها باش العشيه ياكلوا لي داكشي الاخر الكفته غنصايب المهم غنوريكم شنو غنصايب واحد اللعيبات زوينين المهم كبيدات المهم هاي الكفته نوريكم شنو غندير الخلطه زوينه درت الكفته تحمقكم البنات ندير الخلطه ديال الكباب نوريكم شنو كندير فيها جيت غير لواحد الماركت ديال كبيره ديال سي سوبر مارشي ديال باكستانيين مابغيتش نبعد للدراري مع قريب لهم المدرسه شحال هادي شحال كنت ناكل هادشي وما كينوضش ليا الحبوب عرفتي عندهم واعر هادي واعر عرفتي بالحليب ويلي 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 كنت دابا ناكل هادشي ما فهمتش مالي مابقيتش بحال شحال هادي الوضع ديالي تبدل ناري ما لقيتش الفرماج الاحمر غادي نديرو لهم فوق الباستا صافي الحمد لله لقيت عندهم الفرماج خاص غاور بحال هادي في السوبر مارشي خاص ما كيمشي مشكل الموزاريلا وفرماج هذا كبيدات يلا خديت تقديم من عند هاد المحل راني كنفكر واقيلا غنديهم للبارك ديال برا لاحظتهم تخيلوا معايا تيفضلوا البارك على الهواء الطلق غير هو كاين البرد خصني من دابا من المدرسه للبارك حيت الجو داير غادي يظلم الحال دغيا كيظلم بكري وفي نفس الوقت غيزيد يبرد الحال عشان البرد شوفوا ني فين كيدير خيرا جبت بارين هي الاولى everything you want قالت كعطاوني everything I want does your water make me skinny يا اشرب يا مزيان يلا اشرب مزيان هاي فين غادي دابا بارك بارك كنت غادي نمشيو نو 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 اوكي باستا رحمك الله قول الحمد لله ليش وان سكند قول الحمد لله الحمد لله بارين الحمد لله برافو رحمك الله لا فارين اللي عطسات ماشي انت ثانك يو فالين يلا يشرب شرب انت شرب قولي ارين انا كنت نسبك لي ما مشيتيش للميوز ما مشيتيش للميوز دابا اليوم نسد القرعه غنفرالي لا غنفرالي غتشقلب ليا لهنا بقى ريحت ليا ريحت الغموليه يلا تصيف شي شك حيتي الجاكيط بلات غنديهم حتى يلعبوا شويه شريت لهم عواصير داك الصغيورين بحال هكا الوقت الحزه ماشي مشكل تنصايب لهم دابا عواصير ديال الدار كاين شومي واخا نعطيكم عواصير ونشرب كيك كات صغيورين شربوا عواصير سدوا بهم عطيش مشوا الدار باش تاكلوا يجيكم زوينه مع السخونيه الدفا من بعد البرد تاكلوا صافي ندوشوا لكم ندير لكم دوشه سخونه ضحكي ضحكوا لنا البنات كيقولي ديما
كاين التحمحيمه، هذيك التحمحيمه هي اللي على العمده، ما كاينش التحمحيمه راه كاين. شوفوا البنات على جو ديال الغروب شحال فن، شوفوا مع الوليدات يلعبوا شويه، جو رائع. نعم اري اليا يوز توكن تو فون تو مليون ان يوز. كنحماق على هذا الجو هذا، والسلام عليكم. غندخلوا خصنا واو جو رائع جدا، الحمد لله وصلنا. صافي غادي ننزلوا دابا قبل ما يبقى غادي كيظلم الحال. يلا يا ارين يلا بالجاكيت، سربي 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 بارين. يلا فوزي كلشي حيد الجاكيت. بارين سيري دغيا، عطيتها بنانه قالت لك جاني شوح. ارين 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 ما تبعتش بزاف، كيكونوا الكلاب كيطلقوا كلابهم يستق شي واحد عادك. يلا اجينا قرب، ما تبقاش بعاد عليا. الله على جو كيدير. شوف واو واو اري رونين. يلا سير انت جري جري يلا مزيان. يلا يستمتعوا الدنيا خاويه مع كاين البرد، يلا يستمتعوا مع راسهم كتكون خاويه كيلعبوا مزيان. وبريد واش من بريد يا اختي. سير يلا سير تلعب، صافي انا وصلت. يلا اي 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 على اري اه ما نقدرش حشره البرد السم ديال البرد شويه وغتحرك ودي جوه البرد كتطلعين. واش من هيا باري انا اختي صبري كوني بالي عندك وسقتي ما تدفعش بزاف دفع شويه. يلا صافي يلا نزلي 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 نو ما كان مسمومه هابني هابني ها سنت تطلع مع سنت. اشي اون جو ذس وان. يلا سير اوكي يو بوش مي سير. واش نتقسم على جوج ولا شنو ما فهمتش. عاد كيقول لك انا بغيت هنا واحد ليه. دفع برجليك برجليك عاري برجليك دير هاك 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 يلا برافو. واشي هاك برافو اري سير سير ادفع راسك. يلا فرين دغيا يلا راه كيظلم الحال. يلا شوفوا نتوما الزلايقه كاينه في الدار هما لا كيبغيو غير الشيء ديال الزنقه، راه هذا هو المشكل. حتى شري داك الشيء بحال المره تنبغي نشري زعلوله وهذا تنعرفهم ما غيلعبوش فيها غنضيعوا فلوسها وصافي. يلا ماما يلا 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 اري يلا زوينه يلا يلا سلايد يلا 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 هبطي اري ما تدفعهاش ما تدفعهاش ما تدفع طلقها طلقها حيد يدك هي بحال هكاك فيها حساسيه عرفتي ما كتبغيش ليها قيصه. يلا نزلي نزلي يا برافو 1 2 3 وي يلا كلي البنانه اري اري جيف مي ذيس اه مزيانه ولكن عرفتي راه واحد البرد ولي زيد اي شي طاسيل شكاشي زيد يا زيدي زنتيا تبقى الذكرى مع اللعب. ولكن اليوم غنعول على المرض ما غنعول على راسي السهره. واو صافي ارين بركه سمعوا البرد سمعوا البرد ارين غتمرض والله حتى غتدير القب دير القب. اش قلت لك شو اختك دايره القب مخرجه داك الود انت هي بحال خدامه في اتصالات. يلا صافي اختي الدنيا بدات كتخوى الناس بداو كيمشيو في حالهم الظلام بدا كيطيح راه ما باينش مزيان. المهم طاح الظلام انتم شوفوا الجو كيدير خصنا نمشيو في حالتنا للدار والبرد بعدا بلا ما نقول لكم هذا شطرا ليه. صافي غنتحركوا للدار. المهم واش مول هو شويه ولعبنا عشي صافي انا راه فمي مابقيتش قادره نحركوا مع البرد عرفتي راه صافي راه تكوفرت انا مشي للدار عشي صافي جاني جوع وبغيت نمشي نطيب باش نستريح شويه بقيت تابعني فلا وشلو الجاب. والله البارح عرفتي البنات جمعت الدار من اش زيد خملتها تخميله ديال القلب ديال القلب ديال القلب خملتها تهنيت منها الحمد لله. بعدا دابا راه طيب ولي باقي ليا. واو على منظر كيدير ما شاء الله 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 الله. واو عرفتي عرفتي البرد
واحد السن ديال البرد مع مامامي قبل ما غنطلع الفوق غدا بعدا الكريمه هاد الفرماج هذا هاد العيبه هذا كريم ديال الصباح ديال الفطور سميتو بوك كريمه واحده اخرى صافي خديت الفواكه الحليب والياغورت دابا اش غندير قبل ما غنطلع غنغسل هذا ناري فين هو هذا غنغسل الشامبينيون باش نصيب للدراري هذا لاصوص اللي غيديروه يديروه يحسوهم بالجوع كي جاي يطرق وي باش نرجع لا لا ويلي غنصيب لكم غنصيب لكم مرحبا بكم البنات اجي يلا كوب كريمه قالك باغي يعاونني انا ندير الكريم صافي غير خليها ماشي مشكل غير خليها غير خليها يلا كوب برافو مارين صافي صيبت لهم هنا الشرب البنات درت لهم الشامبينيون مع الكريمه معاهم زيت العود وشويه الزبده فورس ما درتش ديال داك الدقيق الابيض درت ديال الذره غتقولي لي ديريش ديروا جوج طيابات الطيب الثاني باقي ما غردوش دابا حتى انا غناكل معاهم الباستا جاني الجوع ثانيا طيبت بلادي انا اليوم بلادي انا درتها على قبل مع ارين تشهرها سمعت فارين هي قالت بغيت باستا قلت صافي صايبها لهم اليوم حيت انا عارفهم الباكله اخرى ما ياكلوهاش داك الكفته والعود سميت وما ياكلوش صافي هنا حطيت لهم هذا المكرونيه بالفرماج وموزاريلا ودرت لهم داك لاصوب ديال الشامبينيون بالكريمه اللي صايبتها البنات حطيت راسي واحد شويه شعر رجعت فيها الروح حتى انا غير نعس نحط راسي نرتاح تترجع فيا الروح ما نديرش صوب ولكن غندير شويه شعر زيت الزيتون هنا غادي ندير الملحه مليحه صافي غنبقى بعدا وكنزيد داك الشيء لاخر هنا غادا نجرد البصله وانا كندردش معكم البنات نهضر معكم مكنبغيش نبقى نكثر عليكم الهضره بزاف نوقفو نجي اللهم كيقولك حديث ومغزل عرفتي قبيله شغالين مع ارين شيء مضحك وفي نفس الوقت بقى فيا عرفتي كل شويه تزعلي تخيلوا معايا داك الزعلوله صغيره ديال الدراري اللي قد زعما فارين لاج ديال فارين وشويه اكبر من فارين مشي شي وليدي مشي ركبيني في هذيك اللي مع فارين ايوا ركبتو درت ليه الخاطر ركبتو مع زعما مع فارين ايوا يا لالا تفرجوا شنو طرا ركبتو تنزعل فيهم ما بينا معينا قلنا خشمو الزعلوله صافي من بعد ملي بغيت ننزل فارين نزلت بدات تبكي قالت بغيت نزيد قلت لها الحال داك الظلام كما شفتو عاري قال لك انا لا ما بغيتش ننزل قالت بغيت نبقى كنجر فيه جرف قلت يلاه نزل شويه بدا كيستوعب انه ما قادرش يخرج واحد لانه الزعلوله ماشي الله ديالو ولا لا جر يا ما تجر جر يا ما تجر واحد الكوريات كتشرجوا فيا تقول شي وحده فيهم تقول زعما نتعاون ماشي دايرين بحال السينما دايرين ها كيتفرجوا جر يا ما تجر جر يا ما تجر وتقول يا اختي واش داك الدري بغى يخرج شويه انا بديت يطيح ليا السكر غادي تندير واحد لافور جاني الجوع طاح ليا السكر الدري زاد تخلع معنا وليت داك الحركه ديالي خفيفه ما بقاش داك القوه الدري تخلع تنقول يا ويلي شغندير دابا انا في خاطري تنبي في راسي ورايا تيتفرجوا الدري واحد فارين واحد شو المجال ما خلاتو ليا فين نعقل على راسي نجرب نسرح شي درت ليه شي ربع ساعة واش بكيت تنحاول والو ما كنهزتو جاني تقيل عليا معانا نهاريت اش درت شديته قلبت بيه هذا هو الحل ديالي قلبت بيه سميتو وينزل عشان مسكين بدا كيشطح بالخلعة شطح بالخلعة كيقول لا 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 عرفتي انا تخلعت نقول الدري واقيلا غيتصطى ليا حيت مسكين بدا كيظلم الحال وتخلع كيقول واقيلا ماما غتمشي وتخليه ها خليه تكع على الطوموبيل وبرد شويه مع كان متوتر سكتو عطيتو العصير صافي ما كاين شي وضع
هنايا غادي نزيد الثومه، نزيد غادي نزيد هنايا الثومه، واحد ربعه الرويفه ديال الثومه طريفات كتعطي بنه سنه. انا ما كيتلكم بنات ما تقولوش وقع عليك، انا درتي داك الشوها اش وقع عليك؟ عطيت ليكم وطبت لك خلقكم اش وقع عليك؟ قال لي خصك تمشي وتخليني. قلت له وين غادي نمشي ونخليك؟ راه منعس انا وياك في الدنخه ومشيت نخليك حتى من الحمق. انا نمشي ونخليك، قال لي خفت تنقول غتمشي وتخليني. قلت ليه باه عمرك ما تقول بحال هكا، فين غنمشي ونخليك؟ انا صافي عنقته باش شويه يحس بالامان. ايوا هنايا اللي كنصايب البنات لاصوب ديال تبسي اللي ديجا بارطاجيتها معاكم، كتكون فيها الماطيشه، البطاطا، القرعه الخضراء، الدنجال، البصله، صافي. وكل الاساس ديالها خاصها تكون فيها لاصوص ديال الماطيشه. انا كبيتها دابا واش نبقى نزيد بحاجه بحاجه بالقاصح ولا رطب من موراه. بون ابيتيتو. اي 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 هاي هي زيد شكرا. اسمي بون ابيتيتو. بون ابيتيتو. بونو تاريتا. هاي بيتعلم شي تشاري. ام ذا شيف تولد مي. ذا شيف تولد يو. ريستورانت. لايك ذا كاسل. اوه. يا ربي يا شوي نايسلي نايسلي نايسلي. المهم حبيباتي درت هنايا الكفيتات ديالي، كنت تنهضر في التليفون تنهضر مع خويا احمد. ايوا كنوجد في الكفته صافي، صيبتها قاديتها مزيان راسي. قلت لي صافي الله يعاونك يلا نمشي نوجد الكفته. عرفتي راه تحفه الحال. هنا البنات غندير واحد شويه زيت العود باش غادي نوجد الكفيتات ديالي، اللعيبات ديالي كاملين. درت لي بحال السير ديال الكباب. ايوا دابا غنبدا نشوي ان شاء الله، خليتي يسخن هاد الزويته تعطي الصوص ديالها وغنبدا نشوي فيه. هدا هدا لا انا كبيداتي عجبهم كفيتات. يامي صح هادي كباب. كباب صحتك ارينا على البنات. كباب صحتكم يلا كولوا. صافي غنوجد لهم هذا باش نطلع نتهلا في وجهي ايام ما اهملتو. البنات غتجيكم الضحكه. المكان ديالي المفضل في الدار كامله هو الكوزينه، تلقى فيها راحتي، تلقى فيها الراحه ديالي. الله على راحه الله. هنا درت الماء البنات مغلي، درت فيه الخزامه والزعتر واليازير، ودرت فيه واحد الاعشاب. شوفوا البنات واو، ولكن عرفتي شناهو؟ واحد الريحه كديره، واحد الاحساس راه لا يمكن. خصني ندي ماكي بعدا وجهي، اصلا ما فيه والو غير داك العينين وداك الشيء نحيد فيه نحيدهم. والله الا شي واحد الاحساس البنات رائع جدا رائع رائع. ايوا صافي البنات درت هذا البخار هذا جوج الحوايج، منها البرد اللي ضاربني وكنحس براسي متقيلة عليا ثقيل عليا صدري، ومنها في نفس الوقت باش درت البخار لوجهي لانه لا ماشين ديال البخار اللي عندي خسرات، وخفتي ضربني الضوحيش غير كتلصقت لها البوطونه ولا تطيح. صح انا درت الكوماج اول حاجه ياك. شوفوا بعدا لي ديدات، شوفوا شوفوا لي ديدات كي دايره. شوفوا شفتوا البنات عندهم غير في هاد اللحظه هادو، شوفوا لي ديدات كيفاش ولاو. عشرة شي حاجه اللي واعره البنات. بالنسبه للبنات لاكام راه عليها تخفيض رهيب، ناقصين منها ناقص 50%. زياده حاجه اخرى هو انه توصيل فابور وكيوصلك معاه بلوش، لا لا بلوش اللي كيحمر الفم والحنيكات، اللي هو في الاصل تيدير 24 اورو، وانتي غتاخديها لا لا هو فابور. ضروري تستعملوا البنات هاد البرومو كود هذا باش تستافدوا من هاد الشيء اللي قلت لكم عليه. زياده حاجه اخرى البنات راه لاكام تصلح لجميع انواع البشره، ورا النتيجه من اول استعمال شي حاجه اللي واعره وبشهاده الناس كاع اللي خداوها من عندنا.
البنات ما غاديش ندير هذا. استغفر الله العظيم واش كنسى. صافي غنخلي بعدا واحد 10 دقائق نسى واش كنت باغا نقول، نسيت حتى ترجع لي الهضره. غنخلي البنات واحد 10 دقائق على بال ما شعري على بال ما نري شعري على بال ما وجهي يشد هادشي مزيان، وديك الساعه غنبالي به. كويدات واحد 5 دقائق وغنغسل وجهي، غيكون كريم هادشي خصو شي يولي بحال كشيبي. صراحه كنحس بالافي ديالو، عرفتي كيف داير بحال كيدير لك هكا في وجهك. المهم حبيباتي غنغسل وجهي وغنوريكم النتيجه باش تشوفوها، حيت ديما راه النتيجه راه كتبان لكم في العاده. راه كاع الحمد لله لي طراز ديال الحبوب اللي كانوا فيه مشاو، راه كاين نوض الجديد راكم عارفين، قلت لكم تكيس الماء بيض تزيد عليها الحساسيه ديال السكريات. انا راه السكر حيدته البنات، والله الا ارتحيت في صحتي من واحد الناحيه كنت نحس براسي بحال كنوصل الحامض فمي بحال فيه الحامض، تحيدات مني داك اللعيبه، ولكن حيدته عليا بصفه نهائيه. الا لا كليت بحال هكا شي حاجه فيها السكريات، اما نشد السكر نكبو نبدا نشرب بحال هكا لا اوهوي العصير بلا سكر. كندير بحال هكا كنسم بالبنان كيكون حلو، كيكون بحال هكا الفريز حلو، شي حاجه هكا كتكون معسله مزيان تعطي الحلاوه تنديرها بحال البعويد بحال هذا اما باش نشد السكر نبدا نخلط فيها هكا لا، هذيك اوهوي 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 حتى السكر البراون حيدته عليا. البنات صدق او لا تصدق، شوف الوجه كيفاش ولا داير، شوفوا انتم شو البنات الوجه غير هو لاكام خاصها المداومه، ما خاصهاش بحال هكا تقطعيها وتهمليها وتقولي صافي راه وجهي ما بانش فيه النتيجه. هي راه من اول استعمال قسما بالله الا كياخذوها من اول استعمال تيقولوا لي واو النتيجه مبهره صراحه، شي حاجه اللي واعره. غير هي خاص المداومه وخاصك زعما تتبعي لاكام، ماشي تقطعي ولا تقولي ديريها مره وتقولي ويلي ما عرفتش مالي ولا لا. البنات غير داومي فيها راه غادي تكون نتيجه.